رئيس الوزراء يؤكد الحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية. وزير التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح 78.8%. ووزير الدفاع الروسي يعلن خسارة القوات الأوكرانية أكثر من 20,000 جندي وأكثر من 2,000 آلية عسكرية خلال معارك الشهر الحالي. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إيمان القيادة السياسية والحكومة بأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع. وأكد مدبولي في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس في افتتاح مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة على أن الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج. ويطيب لي أن أخاطبكم في اليوم الأول لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، هم المحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن والداعمون للدولة المصرية في كل الأوقات. ولذلك تعمل الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوما للتعرف على متطلباتهم والعمل على حل أي مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن، بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط أبناء مصر في الخارج بالوطن الأم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشأ بمصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتوصيات ونتائج هذا المؤتمر لتنفيذها أسوة بنتائج المؤتمر السابق في أغسطس الماضي. أحرص الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج، وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وختاماً، وكما نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذي عقد في أغسطس الماضي، أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر. وفقنا الله لخدمة وطننا الحبيب وأبناء مصر بالداخل والخارج. كانت فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج قد انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وتشهد النسخة الحالية من المؤتمر حضور نحو 1,000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الشخصيات العامة. ويناقش المؤتمر في نسخة رابعة عددا من المحاور الرئيسية: المحور الاقتصادي والاستثماري، المحور السياسي والتعليمي، والمحور الاجتماعي والخدمي، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية.
أعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول. ونشر المجلس خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. شهدت خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية. كما ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي تحديات العمل النقابي العمالي هذا، وناقشت لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية هذا. ومن المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء جلسات المحور الاقتصادي حيث تناقش عددا من الملفات من بينها الدين العام وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. أوضح أحمد حمادي أحد شباب الباحثين أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو قانون جيد جدا، ولكن هناك بعض الملاحظات. وأشار حمادي إلى أن ما يتعلق بقانون إفساد الحياة يحتاج إلى تحديد معايير واضحة. قانون في مجمله هو قانون جيد جدا، ولكن فيه هناك بعض الملاحظات هنسميها ملاحظات الخاصة أو صغيرة اللي تتعلق بالقانون. على سبيل المثال للحصر، قانون إفساد الحياة السياسية ده معيار مطاطي، لم يتم يعني تحديد معاييره أو تحديد أدواته إيه من يطبق عليه أنه أفسد الحياة السياسية في مصر. نيجي نقطة سيادتك الثانية اللي بنطالب برضو اللي أنا قدمتها في مقترح التعديل القانون فيما يتعلق بدورات النواب. احنا بنطالب ان دورة النائب يا دورتين متتاليتين يا اما ثلاث دورات منفصلة او متقطعة، لكن ما ينفعش ان النائب يكون منذ ان يتولى منصب نائب في عضو مجلس النواب او مجلس الشيوخ وهو لحد ما يموت يفضل نائب في مجلس النواب. وللمزيد حول جلسات الحوار الوطني وأهم ما شهدته جلسات المحور السياسي أمس ينضم لنا هاتفيا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور طلعت بعد التحية، ضعنا في تفاصيل ما شهدته جلسات أمس في لجان المحور السياسي وأهم ما تم مناقشته. هو طبعا امبارح بالضبط كان في تم مناقشة ثلاث موضوعات. الموضوع يعني من وقت جلستين هو خاص باستثمار قانون الإدارة المحلية، وجلسة خصصت بالكامل لقانون مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وجلسة خصصت لموضوع الخاص بالنقابات العمالية. يمكن لو تكلمنا عن قانون مباشر الحقوق السياسية، يعني طبعا كان هناك طبعا مناقشات واسعة حول قانون مباشر الحقوق السياسية، ويمكن كان الحديث حول أن طبعا هناك طبعا الدستور يمكن المادة 87 اللي هي يعني تحددت ان المشاركة في الحياة العامة والوطني، وان المشاركة في الانتخابات سواء الترشح او الانتخاب او مشاركة في الاستفتاء ده حق دستوري، وان في التزام بالنسبة للدولة ان هي طبعا تسجل كل من يبلغ سن 13، وايضا يكون هناك تنصية دائما للجداول الانتخابية، ولا يكون هناك تدخل للجهات الإدارية في العمليات الانتخابيه سواء المقرات الخاصه
الملاك الشباب او الانديه او الجمعيات او دور العباده، وبناء على كده صدر قانون اللي بينظم الممشطين السياسيه وتم تعديله في 2020. ويمكن القانون قانون يعني الى حد ما متوازن ومشي مع الماده 87 من الدستور واللي هو بينظم العمليه الانتخابيه. ولكن احنا امبارح ناقشنا ان الموضوع الانتخابي يمكن بهذه ثلاث مراحل. هي مرحله اللي هي يعني الانتخاب هو يوم الانتخاب، وهناك لازم ان تكون طبعا هناك ضمانات ان تتم العمليه الانتخابيه بنزاهه وحريه، وان طبعا هناك مواصل تتميز ان هناك اشراف قضائي على العمليه الانتخابيه، فلا يوجد اي نوع من انواع اللبس او الشك في نزاهه العمليه الانتخابيه. البعض بدا يتناول القضيه ان يكون هناك ان القاضي ليس مسؤول عن الغرفه اللي هو فيها ولكن المحيط الانتخابي هو يكون مسؤول عنه. البعض يرى ان يكون هناك نظام الكتروني لعمليه التصويت، البعض يرى ان اصوات الناخبين في الخارج لابد ان يكون هناك اسلوب جديد للتعامل معها، البعض راى موضوع ان تكون هناك كاميرات داخل الجهه الانتخابيه. كل دي كان بالنسبه ليوم الانتخاب. بنتكلم على العمليه الانتخابيه، العمليه الانتخابيه تبدا دائما من الاعلان عن الانتخاب لحد انتهاء الانتخابات، ودي تشمل الدعايه الانتخابيه والسقف المالي للصرف عن الانتخابات. وطبعا هنا احنا اتكلمنا من موضوع السقف المالي للصرف، طبعا لازم تكون هناك ضوابط وضوابط عمليه ومنطقيه، وخاصه بعد التضخم اللي حصل فالمبالغ اللي القانون نص عليها اصبحت يعني لا تستطيع يعني المرشح يجد صعوبه شديده جدا في التزام بهذه المبالغ البسيطه مع كبر الدوائر الانتخابيه ومع المنافسات اللي بتبقى دايما سهله. ايضا اتكلمنا على موضوع مهم جدا وقد يكون اهم الموضوعات، وهو المبشر حياه سياسيه. ويمكن انا كان فيها وجهه نظر ان هناك يعني لازم نعمل تحديد يعني اما بنيجي بقى من هم الناخبين دايما محافظين على اداء اصواتهم، رجال السن الكبار، المراه، العمال، الفلاحين، المحافظات اللي فيها فلاحين وعمال كثيرا بيبقى التصويت فيها كثيره، ندخل بقى في المناطق الحضريه، ندخل على الشباب بنلاقي برضه من بعض الظواهر اللي هي مش ايجابيه ان مسلوب بعض الشباب عن المشاركه او اداء اصواتهم. دي ظاهره طبعا بيتم تحليلها ونشوف ما هي الاسباب، خاصه ان كان في فتره من الزمن يقول لك ان العمليه الانتخابيه يعني محسومه والعمليه الانتخابيه متفق عليها، وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق نظرا لان النهارده في انتخابات وفي اشراف قضائي، واحنا شفنا في الانتخابات يمكن في نائب بينجح بزياده 30 صوت او 40 صوت او حاجه زي كده، يبقى الصوت له قيمه وله له معنى. طبعا برضه احنا بنتكلم على ان احنا طبعا بنقول ده عشان نشجع الشباب. لازم من الصغر وهو طالب في المدرسه يتعلم يعني ايه يدي صوته في المدرسه، حتى طلبه وهو في الثانويه العاليه وهو في مركز الشباب وهو في النقابه، لازم نعود المجتمع على ثقافه المشاركه ونبعد عن السلبيه. السلبيه دي طبعا دي مساله غايه في الخطوره، وطبعا زي ما كل هذه النقاط دكتور طلعت التي تمت مناقشتها امس، هل سيتم مناقشتها بالتفصيل بعد ذلك؟ طبعا احنا في الحوار الوطني احنا طبعا بنسمع الاراء كلها، وكان عدد كبير من الاحزاب السياسيه موجودين ومن المتخصصين ورئيس الوزراء كان موجود وقيادات كبيره كان كلنا كنا موجودين امبارح. وطبعا لا في مناقشات واسعه وبناخد توصيات غايه في الاهميه، ازاي احنا عايزين يعني يبقى في المواطن يعني يخجل ان هم يدي صوته في عمليه انتخابيه او في استفتاء، يخجل يبقى يعني ازاي يبقى حاسس ان هو يعني ارتكب حق نفسه جريمه، ان ازاي لم يعطي صوته في الانتخابات. دي مساله غايه في الاهميه، عايزين ثقافه المشاركه والبعد عن السلبيه هي دي. لان النهارده يعني دايما انا تاريخيا انا راجل بنت انتخابات حتى الان، دايما قيمه المرشح وقيمه النائب وقيمه عضو مجلس التحدي وقيمه اي شخص من صوت الناخب من صوت ومن الكتله التصويريه. يعني انا ما بقى ناجح مثلا بكتله تصويريه مثلا 70 50 الف غير هذه هي القيمه، ولذلك ياتي من هنا اهميه هذا المحور السياسي، وتبقى تلقي مسؤوليه اكثر على بالفعل الشخص اللي يتولى المنصب. فدي عايزين ننشر الثقافه ديت
بنقول بلاش مساله العزوف، بلاش مساله التربيه، التربيه ده هي نعم هي اللبنه، التصويت والمشاركه في الانتخابات هي اللبنه الاساسيه من مساله الانتخابات ومباشره الحقوق السياسيه. دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. وعلى هامش فعاليات خامس جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، أكدت جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية أنه تم مناقشة اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وأهمية تحقيق اللامركزية في الإدارة. وأشارت عازر إلى أن العمل على التقسيمات الإدارية للمحافظات والمدن والقرى والمراكز وغيرها تساعد على تطوير العمل بالمحافظات. احنا في الجلسة النهاردة تناقشنا على مجموعة من النقاط، اولهم كان اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وآلية التكامل ما بينها وما بين دور الادارات المحلية، وازاي تكون المجالس الشعبية المحلية بالفعل جسر تواصل حقيقي ما بين القيادات التنفيذية اللي موجودة في المحافظة وما بين المواطن اللي موجود في الشارع باهتماماته بمتطلباته واحتياجاته. تطرقنا كمان لجزئية المركزية واللامركزية في الإدارة وكيفية الطريق للتحول للامركزية كما نص الدستور، إيه الكفاءات اللي المطلوب تكون موجودة، إيه هي التحديات اللي موجودة على الأرض بالفعل لتنفيذ اللامركزية. تطرقنا كمان للحديث على التقسيمات الإدارية للمحافظات المدن والقرى والمراكز والأحياء وغيرها، إيه المتطلبات اللي موجودة بالفعل النهاردة على أرض الواقع، هل التقسيمات دي بتساعد على العمل أم بتعوقه، إيه الحاجات اللي ممكن نبقى بنضيفها إجرائيا تساعد على أن يكون يعني الجزء ده إجرائيا أفضل. أكد المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني مجدي البدوي على أهمية تقديم مشروع جديد لقانون العمل يتناسب مع حجم التطور الذي تشهده الدولة. أوضح أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة. احنا اهم تحدي بيواجهنا النهارده هو مشروع قانون العمل. انت عارفه ان مشروع قانون العمل اتعمل في ظروف معينه، اللي هو كانت مثلا الحكومه هي اكبر صاحب عمل في مصر، الان الحكومه بتدعم القطاع الخاص والقطاع الخاص هو هيبقى قاطره التنميه خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي نظام او يعني فلسفة العمل نفسها اتغيرت، صاحب العمل اتغير، وبالتالي احنا محتاجين النهارده نعمل مشروع قانون جديد يبقى هذا القانون في علاقات عمل متغيرة تتناسب مع الواقع الجديد، فكله إجماع على مسألة لابد من إقرار قانون عمل جديد. ده بالإضافة كمان لأن احنا كمان في وظائف كثيرة ظهرت خلال المرحلة اللي جاية أو هي وظائف المستقبل لسه هتيجي، يمكن العمل عن بعد كان أحد هذه الركائز اللي موجودة، وبالتالي احنا محتاجين برضه نغير القانون عشان نعالج وضع هذه الوظائف الجديده ونشوف لها علاقات عمل وازاي نحمي الناس وازاي يعني نخلي الناس دي تقدر يبقى في حمايه اجتماعيه ليهم خلال المرحله الجايه وحمايه قانونيه من خلال قانون العمل. اكدت استاذ القانون العام المساعد ووكيل كليه الحقوق جامعه الاسكندريه الدكتوره مياده عبد القادر انه تم بحث قانون مباشره الحقوق السياسيه وتعزيز مشاركه الناخب في العمليه السياسيه. واوضحت عبد القادر انه تم عرض العديد من الافكار التي تساعد على تشجيع الناخب للمشاركه في الانتخابات وفي مقدمتها عمليه التصويت الالكتروني. الحقيقه النهارده الجلسه اتعرضت بالفعل لقانون مباشره الحقوق السياسيه، كانت مركزه على جانب هام في هذا الموضوع وهو تعزيز مشاركه الناخب في العمليه الانتخابيه. الحقيقه اتعرضت مختلف وجهات النظر وكتير من الافكار اللي هي بتحاول تعزز مشاركه الناخب في الانتخابات، ومنها ازاي نقدر يعني طرح فكره التصويت الالكتروني، وطرحت افكار متعلقه ببعض التعديلات على القانون متعلقه بفرز الاصوات وباعلان النتائج بحيث تحقق شفافيه اكبر وبتخلي في ثقه اكبر من الناخب في العمليه الانتخابيه. اكد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار وممثل الحزب في الحوار الوطني رائد مقدم على ضرورة تطبيق التحول نحو اللامركزية في الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينص عليه الدستور. وأشار إلى أن كافة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل العام لا تدعم أغلبها عملية التحول نحو اللامركزية. احنا بنتكلم على فكرة عامة وهي فكرة التحول نحو اللامركزية في الإدارة المحلية.
وده طبعا حسب المادة الدستورية 176 في الدستور اللي بتقول ان تكفل الدولة التحول نحو اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية. بنظرة عامة على القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة للعمل العام والإدارة العامة في مصر، نجد ان عندنا حوالي 54 ألف قانون وقرار، سواء رئيس وزراء او وزاري او محافظين. وبالتالي بتحليل تلك القرارات نجد ان 93% من تلك القرارات والقوانين تدعم المركزية، و7% فقط هي تدعم اللامركزية. وبالتالي لما نيجي نتكلم على قانون إدارة محلية بصفة منفصلة عن باقي البنية التشريعية اللي بتنظم العمل العام، يبقى احنا بنضيع وقت. يبقى احنا لازم ناخد قرار ان احنا نعدل البنية التشريعية الكاملة اللي بتنظم العمل التنفيذي، سواء محافظ او المجالس الشعبية المنتخبة في المجالس المحليات. أكدت عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف على أهمية تطوير العمل النقابي في مصر، مشيرة إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على أوضاع العاملين. وأوضحت الشريف أنها تقدمت بمقترحات تتعلق بالعامل والنقابي وصاحب العمل الذين يمثلون الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية. يمكن احنا في التنسيقيه دايما بنؤمن بالتدريب والتثقيف، وبنقول انه الانسان لو عاش عمره كله مش هينتهي ولا هيزهق من التعلم، عشان كده دايما بنقول التدريب. العامل المفروض يتدرب، طب يتدرب على ايه؟ يتدرب على كيفيه اختيار اصلا النقابي اللي يقدر انه يعني يقضي له مصلحته، يخلص له مشكلته، يقدر يتفاوض بشكل كبير وبشكل صحيح وسليم. طب النقابي لابد انه يتم العمل على تدريبه وتثقيفه بشكل مستمر دايما ولا يتوقف ما دام هو يعني مستمر في العمل النقابي. طب ليه؟ علشان يقدر انه يحل مشكلات العامل، علشان يقدر انه يتعامل مع صاحب العمل، عشان يقدر انه يتفاوض كمان مع صاحب العمل، ويقدر انه يوفق بين العامل وصاحب العمل، هو حلقة الوصل المهمة جدا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية. قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، قال إن نسبة النجاح هذا العام في شهادة الثانوية العامة بلغت 78.8%، ارتفاعا عن النسبة البالغة 74.5% العام الماضي. وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الوزير الإحصائيات الخاصة بنتائج الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يحصل أي طالب على درجة 100%. نسبة النجاح للبنون 80.6%، والبنات 77.4%، والإجمالي نسبة النجاح هذا العام هي 78.8%. الحقيقة الجدول اللي شايفينه حضراتكم أمامكم هو بيعكس مستويات النسب المئوية للنجاح عبر السنوات المختلفة. لو خدنا السنة العام الماضي كانت 74.5، هذا العام اللي هو 22-23 78.8، يعني أفضل كثير، يعني بمعدل 5% تقريبا عن العام الماضي. هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الطلاب من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات، حيث أعرب الطلاب عن شكرهم لدعم أولياء أمورهم، كما أشادوا بالمنظومة التعليمية في مصر. دايما بحاول في مذاكرتي، يعني طول اليوم بحاول أخصص جزء لنفسي وأخلصه على آخر اليوم،
دعم أهلي وزمايلي ومدرسيني كان بالنسبة لي دافع كبير طول السنة. كنت بذاكر يعني الجزء اللي أنا خدته كشرح مثلا في الدرس في اليوم، أحاول أن أنا أروح أخلصه كله، وكنت بقسم وقتي اللي هو على حسب كل مادة، لأن مش كل مادة طبعا بتاخد نفس الوقت في المذاكرة، فكنت بكل مادة بخصص لها وقت معين على قد ما تاخد يعني. والحمد لله ربنا كرمني الحمد لله يعني. ما كنتش متوقعة الجمهورية، كنت متوقعة المدرسة، بس الوزير اتصل على ماما الحمد لله، وبعدين جم كلهم قالوا لي الحمد لله، ما كنتش مصدقة في الأول، بس بعد شوية استوعبت بقى وقلت الحمد لله وسجدت شكر. بحبهم جدا الحمد لله، وقفوا جنبي كتير جدا. هما لو ما وقفوش جنبي كان ممكن يحصل حاجة تانية خالص بقى. كنت في آخر شهرين في حصل دروب، فهم لو ما كانوش شجعوني كده، وتوفيق ربنا طبعا. الحمد لله رحلتنا في ستيم كانت كويسة جدا، واستفدنا منها تجارب كتيرة ورهيبة، وبنت شخصيتي اللي أنا متأكد أنها ما كانتش هتتبني في أي مكان تاني وبأي مجهود تاني. فطبعا نشكر الله أولا، ثم نشكر القائمين على العمل الجميل ده واللي أدخل أصلا المدرسة في النظام المصري. والحمد لله أن أنا هشكر طبعا والدي ووالدتي وإخواتي إن هم دعموني ماديا ومعنويا ووقفوا جنبي في كل حاجة، وما كانوش بيبخلوا عليا بأي حاجة بتعب وسهر وكل حاجة، وكانوا بيوفروا لي كل سبل الراحة الحمد لله. الحمد لله اللي وفقنا إن أنا أوصل للبوينت دي، حاجة أنا ما كنتش أتخيلها من أول السنة ولا حتى بعد الامتحانات. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. طبعا أحب أشكر يعني ناس كتير، على رأسهم طبعا والدي ووالدتي، ربنا يخليهم ويبارك في عمرهم. يعني الحمد لله ربنا وهبني أب وأم قادرين إن هم يهيئوا لي الجو المناسب إن أنا أذاكر. يعني الحمد لله ما كانش فيه أي ضغط من ناحيتهم، عادة السنة كانت زي الفل الحمد لله بوجودهم حواليا. أحب أشكر إخواتي والمدرسين. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الشكر إلى مصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وخلال ترأسه جلسة للحكومة أشار إلى أهمية تشكيل لجنة المتابعة والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في إعطاء أمل للحوار، مشددا على ضرورة وقوف الجميع خلف المسؤولية الوطنية. الشكر للشقيقة مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الذي دعا له السيد الرئيس، وكان مهم أن لا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار، ولذلك فإن تشكيل لجنة للمتابعة يعطي بريق أمل باستمرار الحوار، ونحن نرحب بذلك ونثني على ما جاء في خطاب السيد الرئيس من خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يومياً، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني المستند إلى المقاومة الشعبية، ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعنبوس وعقربة ومجدل بني فاضل وفروش بيت دجن والمغير وتكوع وأريحة وبرك سليمان وبدو الكعابني وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية. من جانب آخر، يدين مجلس الوزراء العمل الإجرامي الذي ارتكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، ويحمل المعتدين كامل المسؤولية عن ما جرى في المخيم. أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع أمس شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، جددت مصر موقفها الثابت نحو رفضها القاطع لكافة أشكال العنف، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة التطرف والإرهاب. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الشقيقة في هذا المصاب الأليم، ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين.
تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعا وزاريا استثنائيا بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك. وبدأت بالأمس بمقر الأمانة العامة في جدة بالسعودية الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث عقد كبار الموظفين اجتماعهم التحضيري تمهيدا لرفع توصياتهم إلى اجتماع اليوم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شرق رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي سياق أن متصل اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الشابين المختطفين أحدهما أسير محرر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد أمس بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. ومن جانبه توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانيا ويمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول سبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت خلال الشهر الحالي خلال المعارك نحو 21 ألف جندي وأكثر من 2000 قطعة من الآليات العسكرية. أشار الوزير إلى أنه من بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها هذا الشهر 10 دبابات من طراز ليوبارد و11 عربة قتال مدرعة من طراز برادلي والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية. أكدت الرئاسة الروسية الكرملين أنها بحاجة لمعرفة الغرض من محادثات يجرى تخطيط لعقدها في السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا بحاجة إلى فهم أهداف المحادثات المزمعة وما الذي ستتم مناقشته خلالها. وكانت تقارير صحفية أفادت بأن السعودية ستدعو دولا غربية وأوكرانيا ودولا أخرى إلى محادثات لمحاولة التوصل لحل للأزمة.
استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيرة مركزا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا. قال حكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز قال إن القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي، مشيرا إلى أن الهجوم على مركز الشرطة أدى لإلحاق أضرار بالنوافذ وسقف المبنى دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا. قتل شخصان على الأقل جراء قصف صاروخي روسي طال مبنى سكنيا في مدينة كيرفيريغا في وسط أوكرانيا. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو إن روسيا استهدفت المدينة بصاروخين دمر أحدهما أجزاء من المبنى السكني، في حين أصاب الثاني مبنى تعليميا، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى إصابة 20 شخصا حتى الآن ووفاة 2، فيما لا يزال أشخاص تحت الأنقاض. قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف قال إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2% هذا العام. أضاف الوزير الروسي أن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2% و2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن تراجع الروبل الروسي في الآونات الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد. إلى الصين، حيث أظهرت بيانات رسمية صينية انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي في يوليو، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف إنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وبلغ مؤشر مدراء مبيعات التصنيع، وهو مقياس رئيسي، 49.3 نقطة، أي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وتواجه الصين صعوبات في تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب ضعف إنفاق المستهلكين خصوصا. رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وقال بلينكن إن واشنطن تنضم إلى دول إكواس في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، وإعادة جميع المهام المنوطة بالدولة إلى الحكومة المنتخبة بشكل ديمقراطي. كانت مجموعة إكواس أعلنت أمس في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الاستيلاء على الحكم في النيجر. The bottom line is it's unconscionable. Should not happen. This should be restored as quickly as possible. بدوره حمل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر، حملهم مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد سيدعم بسرعة وبحزم قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر. هذا وقد أكد المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة في النيجر أن الحكومة أعطت فرنسا تفويضا لتنفيذ ضربات على القصر الرئاسي لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم. وقال المتحدث باسم المجلس أمادو عبد الرحمن إن وزير الخارجية حسومي مسعود القائم بأعمال رئيس الوزراء
وقع التفويض. كان المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة بعد احتجاز بازوم في القصر الرئاسي حذر من أي محاولة خارجية لتحريره، مشددا على أنها ستؤدي إلى إراقة الدماء والفوضى. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، يعني صف لنا الأجواء لديك بعيدا عن السياسة، يعني نريد أن نعرف الفعاليات الرياضية، المسابقات الترفيهية، ما يحدث لديك كل لحظة في العالمين الجديدة. تحياتي إليك من العالمين الجديدة، وكما ذكرت بعيدا عن السياسة، ودعونا يعني نكون في أجواء الفرح والمرح هنا في العالمين الجديدة، حيث من المتوقع أن يزور هذا المهرجان الكرنفالي نحو 1,000,000 من الزائرين، سواء كانوا من المصطافين أو من الزائرين في سياحة اليوم الواحد، الذين يأتون لمتابعة الأحداث مرة، يعني كما يقول الإنجليز وان جو، يعني مرة واحدة، ويعودون مرة أخرى إلى القاهرة أو إلى حيث يعيشون. الأجواء الاحتفالية ما زالت مستمرة، والأجواء الكرنفالية ما زالت مستمرة، في أجواء نستطيع أن نقول بأنها أجواء صيفية معتدلة، ويعني شمس معتدلة. نتمنى من الجميع أن يكون المصريون جميعا هنا في هذه اللحظات الرائعة في العالمين. طبعا فترة وسط الأسبوع في العالمين الجديدة تشهد الاستعداد على قدم وساق، وخلية نحل تعمل في كل الاتجاهات للتحضير لاحتفاليات نهاية الأسبوع من كل أسبوع. وطبعا الحدث الأبرز الذي ينتظر الجميع هذا الأسبوع، وتحديدا يوم الخميس ويوم الجمعة، هو الحفلان الغنائيان الكبيران. الأول يحيي الفنان الكبير مدحت صالح، والثاني يحيي الفنان الكبير محمد منير، والفنان الجميل حميد الشاعري معه
معهم في الحفل. ننتظر نهاية أسبوع جميلة ومشوقة ومليئة بالأغاني الدسمة من الزمن الجميل لكل محبي الفنانين حميد الشاعري ومحمد منير ومدحت صالح على أرينا العالمين. هذه هي أبرز الأحداث التي ننتظرها خلال الأيام القليلة القادمة. وفي الأثناء يتزامن حضور المزيد من المصطفين والزائرين من المصريين أو الأشقاء العرب المتواجدين بكثرة هنا والأجانب للاستمتاع بالجو الخلاب للساحل الشمالي. وفي الحقيقة أن العالمين الجديدة يعني أصبحت حتى مزارا لسكان العالمين القديمة اللي هم السكان الأصليين الذين يعيشون هنا، أصبحت متنفسا جديدا لهم يخرجون يقضون فيه أوقات طيبة، خصوصا لأن المسافة ما بين العالمين الجديدة والقديمة لا تتجاوز 10 كيلومترات، فهي مسافة تعتبر بسيطة جدا ومتنفس. نعم. لأهالي حتى المنطقة. نعم إليك. نعم باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. تشهد الإسماعيلية استعدادات كبيرة لاستقبال آلاف المصطفين الذين يأتون من المحافظات القريبة، وتتسم الإسماعيلية بتعدد الشواطئ والقرى السياحية وأماكن الترفيه التي يقصدها الزائرون من مختلف المحافظات. استعدادات كبيرة شهدتها شواطئ محافظة الإسماعيلية لاستقبال آلاف المصطفين الذين يقصدونها من محافظات عدة، وتتميز الإسماعيلية باستقبالها مصطفي اليوم الواحد من المحافظات القريبة كالشرقية والقليوبية والقاهرة. في إقبال شديد على الشواطئ وخاصة في مدينة الإسماعيلية، وخاصة بعد موجة الحر الشديدة اللي تعرضت لها مصر، والحمد لله رب العالمين دائما في هذه الشواطئ يعني بتتقدم خدمات كثيرة سواء كان خدمات ثقافية أو خدمات ترفيهية، ونتمنى من الله أن يعدي موسم الصيف على خير إن شاء الله. تتسم الإسماعيلية بتعدد شواطئها وقراها السياحية التي تلبي كافة اختيارات زوارها، كذلك تتميز بانتشار حدائقها ومطاعم الأسماك بأسعار مناسبة، ما يجعلها مقصد حيوي لأهالي الدلتا والقاهرة الكبرى وكذلك مدن القناة. طول عمرها إسماعيلية من الشواطئ الحلوة، وده حاجة معروفة والدنيا كلها تعرف إن إسماعيلية بالشواطئ الجميلة والشواطئ المرتاحة، بنيجي بالأسرة كلها بالكامل وبناخد راحتنا في إسماعيلية. إسماعيلية بلد جميلة ومعروفة. الشاطئ هنا جميل قوي والجماعة كلهم مستمتعين، وأولادي وصحبتي والجيران والحبايب، احنا الخدمة جميلة جدا والحمد لله عيالنا مستمتعة. الإسماعيلية تأسر زوارها، فالغالبية منهم اعتادوا على شواطئها ومعالمها مع كثرة ترددهم على المحافظة على مدى سنوات عمرهم. استقبل مصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وتم رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطفين وعدم حدوث أي تكدس على مداخل المدينة الثلاثة حيث يتردد عليها نحو 3 ملايين مصطف سنوياً. إقبال غير مسبوق على شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ هربا من شدة حرارة الطقس، ولتسهيل دخول المصطفين تم رفع درجة الاستعداد ببلطيم لعدم حدوث أي تكدس على مداخل المدينة الثلاثة. شاطئ النركز ده يعني من أفضل الشواطئ، خدمات ممتازة، خدمات رائعة، مكان نظيف، الجو جميل، كل حاجة حلوة والله، وحمامات اتعملت وكل حاجة وكراسي وكل حاجة محمولة حلوة والله. يتضمن مصيف بلطيم 6 شواطئ ويتردد عليه سنويا 3 ملايين زائر من كافة المحافظات، وشهد هذا العام تطورا كبيرا وتقديم خدمات متميزة. طبعا الجو جميل جدا بالنسبه للميه وبالنسبه للهواء، جو جميل، نظافه 24 ساعه زي ما انت شايف الشط بيلمع، حتى السنه دي في مشايات حتى ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيقدرش ان هو يدخل المشايات موجوده بشكل جديد. النظافه جميله، عمال النظافه موجودين في كل مكان، بتمشي في اي مكان نظيف باستمرار، ما فيش اي فيه يعني النظافه تامه في المصيف. بالنسبه لهنا للمنتزهات، المنتزهات جميله رخيصه في متناول الجميع. ويشهد مصيف بلطيم وجودا مكثفا لرجال الانقاذ على شواطئ المدينه من اول ضوء للشمس وحتى خروج جميع المصطفين من البحر. انتهت اخبارنا، وهذه تذكره بالعناوين.
مع انطلاق المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج، رئيس الوزراء يؤكد الحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية. وزير التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح 78.8%. وزير الدفاع الروسي يعلن أن القوات الأوكرانية خسرت 21,000 جندي خلال معارك الشهر الحالي وأكثر من 2,000 آلية عسكرية. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة. دمتم في أمان الله.